معك. فطبعا انا طلعت معاهم لتنظيف المظلات ونسيت اصلا انه انا عندي فوبيا، انا عندي فوبيا ارتفاعات. ايوه هذا عالي. وايضا المظلات من الامور الواحد ياخذها من المسلمات، يعني ماشي شايفها ما عمره فكر اعدادها وانه في اداره متخصصه. بس مظلات؟ بس مظلات. كم شخص؟ 160 بني ادم بس مظلات؟ فقط مظلات، صاحيين اكلين نايمين شاربين مظلات، متابعتها وصيانتها وتنظيفها. يا ساتر يا ستار يا رب يا مسهل. اوه هذه مره عاليه. ايوه بسم الله يا ستار يا كريم حياك. هذا الموضوع طلع مره عالي فحاليا انا مركز عليك، ماني قاعد اطول تحت. على مهلك حبه حبه. يدي عرقت. بسم الله والله اكبر. تمام هذا قوي. ها مو يا بز لاقينا بس ما شاء الله زي ال اجي هنا انا. تمام لا اقدم انا ما احب يعني هنا كويس. واو صح كده مضبوط. جاني قال لي ترى لما ترش القماش تبعد الرشاش ده شوية 20 سنتي مدروس حتى البعد. تمام تمام. ولو حترش الحديد متر. تخيلوا 3 ساعات بس عشان ننظف المنطقة دي. شكرا يعطيك العافية. شكرا بس على مهلك عشان ايش؟ حبه حبه. لا لا فوق مين يا عمي؟ يبغى يطلعني فوق. تمام وصلنا بسلام. وبعدين يعني قال لي ترى فتحها هذا يعتبر يعني فتحها وقفلها مو اعتباطي. وهي بتتحرك لازم تتابع الرياح لانه في سرعه معينه اكثر من 15 متر بالسكند لسرعه الرياح. سرعه الرياح المظله ممكن تكون فيها خطوره وهي بتتحرك فقط. فاحنا ما بنحركها الا لازم نتابع مع الارصاد. يا راجل فكل شيء يعني مدروس وكل شيء محسوب. فايضا هذا كله من باب الاتقان والاحسان. الان خلصنا من موضوع المظلات الحديثه، نرجع ثاني لموضوع التوسعه. انتهينا من توسعه عمر بن الخطاب، بعدها في توسعة عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه وسع المسجد وفي تطور عمراني بسيط وهو استبدال سعف وجذوع النخل بالخشب. في العهد الأموي حصل أول تغيير جذري في توسعة الحرم، مواد البناء صارت من حجارة وفسيفساء، المآذن ظهرت 4 مآذن كبيرة. وحنلاحظ أيضاً أنه في التوسعة الأموية دخلت الحجرة النبوية لأول مرة من ضمن التوسعة. في العهد العباسي حنلاحظ اختلاف في الطراز المعماري ليواكب الطراز المعماري للعصر، أضافوا مئذنتين وأضافوا المسبلة في وسط الحصوة، والمسبلة مكان للوضوء وشرب المياه. التوسعة المملوكية حنلاحظ أنه أيضاً في تغيير في الطراز المعماري والقبب بدأت تظهر. أول من وضع القبب على المسجد النبوي كانوا المماليك، وحنلاحظ أيضاً قبة الحجرة النبوية اللي الآن خضرة كان وقتها لونها فضي. إحنا الآن أمام الحجرة النبوية، حتلاحظوا تصميم القباب وحنلاحظ فوق تم المحافظة عليها تماماً زي ما هي إلى اليوم، حتلاحظوها هنا موجودة. وايضا في مئذنه مختلفه عن باقي المآذن اسمها المئذنه الرئيسيه من ايام المماليك. ومع توسعه الملك فهد الاخيره تم الحفاظ على الطراز المعماري للقبب من ايام المماليك، ولكن بقبب حديثه وتستخدم فيها التقنيه لتحريكها بحيث انه ممكن يحصل عمليه تهويه واناره للساحات الاضافيه في التوسعه. طبعا التوسعة الرئيسية بعد المماليك كانت توسعة الدولة العثمانية، 10,000 متر مربع، 17,000 مصلي. وفي العهد العثماني تم تغيير لون قبة الحجرة النبوية من اللون الفضي إلى اللون الأخضر اللي نعرفه إلى اليوم. دحين نيجي للتوسعة السعودية، عدت بعدة مراحل، حنلاقي المساحة كبرت. شوفوا مقارنة بالعهد العثماني
المسجد النبوي اليوم يسع 500,000 مصلي، وطبعا تم إضافة الكثير من التقنية الحديثة في المسجد. بوابات الحرم النبوي 80 بوابة، طول الواحد 6 متر، عرضه 3 متر، وزنه 2.5 طن، يعني سيارتين. قالوا لي انه ممكن ينفتح بإصبع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تخيلوا انه الأبواب لها إدارة كاملة، اسمها إدارة الأبواب. صحيح، لا هي إدارة من إدارات وكالة الرئاسة العام للمسجد النبوي، تشرف على فتح الأبواب وإغلاقها، تيسير دخول وخروج المصلين، منع الأمتعة والأغراض التي قد تضايق المصلين. تعتبر من أكبر الإدارات في الحرم، أكثر من 360 موظف يعملون على هذه الأبواب على مدار الساعة، فالأبواب مفتوحة 24 ساعة في جميع الأوقات. مرة يعطيكم العافية. والله يعافيك، وياك شالك شالك. أستاذ سعود مدير إدارة الأبواب في الحرم، جزاك الله خير. شكراً على هذا، نخليه ولا نرجع؟ هذا مرة هدية لكم. إحنا هنا في غرفة ألعاب للأطفال. السؤال، ليش في غرفة ألعاب الأطفال في الحرم المدني، في ساحة الحرم المدني؟ هو ده اللي حنشوفه دحين. أهلاً وسهلاً. لما تلاقي في أفواج ضخمة في مكان، احتمالية ضياع الأطفال واردة في كل مكان في العالم، فعندهم وحدة خاصة متخصصة في التعامل مع ضياع الأطفال. طفلة اسمها نبيلة. حالات كثير تيجي؟ كثير. خاصة في الويكند بشكل مو طبيعي. هذه بوابة 13، هنشوف الحالة. ايوه هذه هي ابدا. حبيبي شكلك جالسة تبكي كانت. السلام عليكم، كيف حالك؟ سلامات. ايش حصل لك؟ ايش حصل معك؟ اول شيء كانت معي اخواتي في المكان ضيعت. ما عليك، انت مع الشرطه هي ما حصل لها، هم نوديك للبيت. هم هناك انتظروا، هم انتظروا هذا مركز ابو فاعل. حبيبي وصلوا. لا ما يروحون، الحين نلاقيهم ان شاء الله. لا تزعلي، لا تخاف، نطلع معهم. مسوين لهم غرفة للألعاب علشان الطفلة، طبعاً الطفلة مربوط مسكينة خايفة طبيعي، يعني قاعدة تبكي كانت. شوفي صورتك دحين، الصورة اللي تصورتيها تعممت في كل رجال الأمن اللي في الحرم، دحين عندهم صورتك. تمام، يلا. جاء الوالد؟ أوكي، شوف ما شاء الله السرعة دي نتكلم عنك. إيش التصوير دحين؟ توثيق أنه استلم بنته. أيضاً عندهم شيء جميل للتقليل من هذه الحالات، الإسورة. بيدوا إسورة للأطفال للي يبغى. الطفل بحطها على يده، فيها رقم الجوال حق الأب علشان لو ضاعت فورا يوفر وقت، الرقم موجود يتصلوا ويجي الأب. وكم عدد الموظفين؟ 7 رجال و8 موظفات على مدار الساعة، وشغالين 24 ساعة على مدار اليوم، شفتات ما بيوقفوا أبدا. ما شاء الله، حياك. حضن عشان أنا أحب الأشياء دي. جزاكم الله خير والله من جد، يعطيكم ألف عافية.